السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو تاع اليوم راح نهضروا على الاشتقاقية والدالة المشتقة. نبداو أول شيء، عندنا بعض الدوال اللي لازم تشفاو على المشتقة نتاعهم، مثلا f دي اكس تساوي a عدد حقيقي، مشتق نتاع كامل الأعداد الحقيقية هو صفر، معنتها f تحالي اكس يساوي صفر. مثلا يعطيك f دي اكس تساوي 2 ولا 3، عدد حقيقي مشتق نتاعو صفر. مشتق الدالة المكتوبة من الشكل اكس اس ان، المشتق نتاعها هذه الان تهبط، اف تحالي اكس تساوي، تولي عندنا ان اكس اس ان ناقص 1. ندو مثال، يعطينا اكس مربع، المشتق نتاعها وشنو هي؟ 2 تهبط تولي 2 اكس، هنا نديرو 2 ناقص 1، 2 ناقص 1 1، معناتها تساوي 2 اكس. مفهوم؟ عندنا مثال اخر، يعطيك اكس اس 4، المشتق نتاعها نهبطو 4 هي 4 اكس، 4 ناقص 1 3، هذه هي المشتق نتاعها. نزيدو ندو خاصية واحدة أخرى، المشتق نتاع 1 على إكس هو دايما ناقص 1 على إكس مربع، هذه الدالة F لي إكس وهذه F فتحة لي إكس. مشتق جذر إكس، مشتق تاع جذر إكس هو 1 على 2 جذر اكس، مشتق تاع جذر اكس هذا هو. مشتق الدالة يعطيك دالة اف لي اكس هي دالة يو زائد دالة في، المشتق نتاعها اف فتحة لي اكس هو المشتق نتاع هذه زائد المشتق نتاع هذه. ندو مثال، يعطينا مثلا اف لي اكس تساوي اكس مربع زائد اكس زائد 5، المشتق نتاعها واش يساوي؟ اف فتحة لي اكس مشتق نتاع هذه زائد مشتق تاع هذه زائد مشتق نتاع هذه. مشتق تاع اكس مربع نهبطو 2 اكس، 2 ناقص 1 1 مكان هنا نكتبوه، زائد مشتق الاكس دائما مشتق الاكس هو 1 زائد مشتق العدد الحقيقي هو صفر، هذه ما نكتبوهاش. كاين هذا، اذا كانت عندنا ا اكس المشتق نتاعها هو دائما ا، مثلا عندنا 5 اكس المشتق نتاعها هذه اف لي اكس، المشتق نتاعها اف فتحة لي اكس تساوي 5، دائما ندو هذا العدد. ندو خاصية أخرى، f لي x تساوي u في v، مشتق u في v يساوي مشتق u في v، مشتق u في v زائد مشتق v في u، معنتها نشتق الأولى ونضربوها في الثانية نديرو زائد مشتق الثانية في الأولى. ندو مثال، f لي x تساوي ندو x مربع زائد 2 في اكس اس 4 زائد 2 اكس، عدنا من شكل دالة في دالة، نشتق الأولى نضربها في الثانية، مشتق الأولى وش تساوي؟ اكس مربع المشتق نتاعها نهبطو 2 اكس، 2 ناقص 1 زائد مشتق 2 صفر، هذه في الدالة الثانية هي اكس اس 4 زائد 2 اكس. بعد نديرو الزائد تاع القانون، هذه نشتقو الثانية ونضربوها في الاولى، مشتقة الثانية وش يساوي؟ كتبوها هنا، اكس اس 4 تهبط الاربعة دايما، تهبط الاربعة اكس اس 4 دايما نقصو لها 1، هذا العدد اللي يكون هنا نقصو له 1 تولي 3،
زائد 2x، هنا كيكون عندنا عدد مضروب في x المشتقة نتاعها هو ذاك العدد معنتها زائد 2 في هذه مشتقة أنا اشتقيناها في الدالة الأولى اللي هي x مربع زائد 2. بعد ننشره ونبسطه 2x في x أس 4 زائد 2x زائد x أس 3 زائد 2 في x مربع زائد 2. هذه الإجابة. تبسيط ونشر التبسيط سهل بلا ما نديروه. ندو دالة أخرى كي تكون مكتوبة من الشكل f لي x تساوي U على V، مشتقة نتاعها F فتحة ل X تساوي، هنا عفوا هنا F ل X وهذه F فتحة ل X، F فتحة ل X المشتقة نتاعها وشنو هو؟ هو U مشتق الأول U فتحة في الثاني ناقص مشتق الثاني في الأول V فتحة في U. تشبه للقانون تاع الجداء، ولكن هنا كي ناقص هذا الفرق الأول والفرق الثاني دايما تكتبوا على V مربع، دي يكون لتحت مربع. ندو مثال F لي X تساوي دو X أس 3 على 2x زائد 1 f فتحة x وش تساوي؟ مشتق الأول في الثاني زائد مشتق الثاني ناقص مشتق الثاني في الأول على المقام مربع. مشتق الأول عندها هذا x أس 3 نشتقوه نضربوه في الثاني 2x زائد 1، بعد ديرو ناقص نشتقو الثاني 2x زائد 1 ونضربوه في الأول كامل نقسموه على 2x زائد 1 ونديره مربع. نحسبوها مشتق x أس 3 دايما هبطوا اللي يكون للفوق 3 x 3 ناقص 1 2 في الثاني 2x زائد 1 ناقص نشتقوا هذه مشتق 2x عدد في x هو 2 زائد مشتق الواحد هو 0 معناتها 0 في x أس 3 على المقام مربع 2x زائد 1 الكل مربع. وهنا نشرو ونبسطو برك 3x مربع في 2 تعطينا 6x أس 3 زائد 3x مربع في هذه 3x مربع ناقص 2 x أس 3 على 2x زائد 1 الكل مربع، و 6x مربع ناقص 2x مربع تعطينا 4x مكعب ناقص 2 تعطينا 4x مكعب. دونك هذه هي الإجابة. زيدو ندو دالة أخرى f لي x تساوي جذر u لي x، المشتق نتاع هذه كيفاش راح يكون؟ f فتحة ل x تساوي نشتقو هذا الدخلاني u ل x هذا نشتقوه بعد نقسموه على 2 جذر u ل x مفهوم. ندو مثال مثلا ندو جذر x أس 5 ناقص 5x f فتحة ل x واش تساوي؟ نشتق الدخلاني نكتبوه الفوق مشتق الدخلاني x أس 5 مشتق نتاعها تهبط الخمسة x أس 5 نقص لها 1 4 ناقص 5x مشتق نتاعها 5 على 2 تاع القانون دايما مكتوبة ونكتبو الجذر نعاودو نكتبو الدالة أس 5 ناقص 5x وهذه هي الإجابة النهائية.
ان شاء الله تكونوا فهمتوا في الفيديو تاع اليوم، شديتوا نظره شويه صغيره على الاشتقاقيه والداله المشتقه. في الفيديو القادم ان شاء الله راح نحلوا التمرين على الاشتقاقيه، نديروا اتجاه جدول الاشاره اتجاه التغير، نديروا معادله المماس، نحلوا داله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.